ازيكم يا جماعه؟ النهارده في سفلر رياكشن جديد واخير لافلام عيد الاضحى هنا على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن هو واحد من افلام عيد الاضحى 2024، وهو التريلر الاخير اللي هيبقى معانا في سلسله السفلر رياكشن او التريلر رياكشن لافلام عيد الاضحى، وهو فيلم عصابه الماكس. فيلم عصابه الماكس هو من تاليف امجد الشرقاوي ومن اخراج حسام سليمان. كمخرج انا ما اعرفوش بصراحة، اول مرة اتعرف عليه معاكم النهاردة، واول فيلم يخرجه هو عصابة الماكس، يعني هو ما اخرجش اي حاجة تاني قبل كده. معانا في الكاست احمد فهمي وروبي وقصقص وحاتم صلاح ولبلبة واحمد فهيم، ومعانا ضيوف شرف كتيرة زي احمد السقا ومحمد ثروت وهشام ماجد وكريم فهمي وحمدي المرغني ومحمد لطفي. طبعا احنا كنا شفنا التيزر بس ما ادناهوش نسبة ترقب للفيلم، لان طبعا التيزر كان صغير جدا، كان 30 ثانيه تقريبا او 20 ثانيه حاجه زي كده، فهنزل امبارح ولا اول امبارح الاوفيشال تريلر، فهنلحق نعمله تريلر رياكشن. انا كنت اتمنى ان التريلر ده ينزل مع التريلر اللي انا عملته مع اهل الكهف، ولكن نزل بعديه بيوم متاخر جدا اصلا. وطبعا كان انا ما بشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي اول مره فيلم عصابه الماكس، وبعد كده هنلوك مع بعض في شويه حاجات، ويلا بينا. جاي اخر عمليه هنعملها مع بعض. يلا انتوا عارفين طبعا اللي بيتكلم بيحصل له ايه. عيلة كده وكده وهنركبوه معانا الاوتوبيس، اكيد يعني الكمائن مش هتفتش عيلة. وانت هتبقى حماتي. ابقى ام دي تخلصني. طلع ابوه. سلامي سبع كلامي. الحين فين عمي؟ خالي. عمي خالي. عمي خالي الله يرحمه. سارق جوه بقك. ايوه بمسك. ولا مصرون العور ده خطر قوي كده؟ ما اعرفش، هتلاقيه بعين واحد. الشيطان والبيس الميو. ما احنا مع بعض هنحلها. ما هي دي المشكلة. من النهاردة احنا مش عايزين نشوف وشك تاني. هلا بالخميس. تلف وتيجي على حجري وانا على وضعي. اوكي، عصابة الماكس فيلم عيد الاضحى معانا. أنا طبعا اتقفلت طبعا اول ما شفت التريلر لسبب بسيط جدا. اولا الفيلم منحوت، فيلم منحوت بالظبط من فيلم من الافلام الكوميدي اللي كانت نزلت في سنه من السنين، وهو فيلم وير ذا ميلرز. يعني انا ليه النحت، انا ما اعرفش. انا لما اتفرجت على التيزر اول مره انا عمري ما توقعت ان الفيلم شبه وير ذا ميلرز خالص، غير لما اتفرجت على التريلر دلوقتي. يعني ده انا حوار ان هو هيز دراج ميول، او هو بتاع مخدرات يعني، وبيحاول يهرب وفلوس وبتاع، وبيأجر عيله، ودي تعمل مراته، ودي تعمل خالتي، ودي تعمل عمتي، ودي تعمل بنتي، والجو ده. ف وي ار ذا ميلرز، للاسف وي ار ذا ميلرز فشخ هو. ف ليه؟ طيب ليه يعني؟ ده مفروض ان واحد من افلام الكوميدي اللي كانت هتنزل السنه دي في افلام عيد الاضحى. زعلت لسبب واحد، لان صراحة فيلم اللعب مع العيال ككوميدي في الاعلان يعني ما ضحكنيش قوي، فقلت يمكن الامل في الفيلم ده شوية. بس طبعا لما عرفت ان الفيلم ده منحوت من وير ذا ميلرز زعلت جدا، لان انا كنت اتمنى ان انا اشوف حاجة جديدة، يعني كنت عايز اشوف نفس الفكرة بتاعت وير ذا ميلرز. فطبعا وير ذا ميلرز بس طبعا في تاتشات مصرية كوميدية بس. يعني انا نسبه ترقبي للفيلم ده 6/10 برضو. يعني احنا بنصور النهارده، احنا النهارده يوم ايه؟ النهارده يوم الاثنين، تمام. في الافلام مفروض ان هم هتجت ريليس يوم الاربعاء ان شاء الله باذن الله، اللي هو بعد بكره. هحاول على قد ما اقدر ان الحلقه دي تنزل النهارده، يعني صورتها النهارده وحمنتجها النهارده وهنزلها النهارده. ما اعرفش بقى ازاي وليه وامتى وفين، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا انزلها النهارده. ان شاء الله حتى لو هنزلها متاخر، لان لازم انزلها، لان التريلر الاوفيشال تريلر نزل متاخر جدا على عكس التريلرز التانية بتاعه الافلام التانية اللي كانت هتنزل في العيد. بس اوبر اول عامه انا مش مبسوط من اللي انا شفته، ومعرفش يعني ده ممكن يبقى اكتر فيلم يعني نال اقل اهتمامي. يعني انا بالنسبه لي يعني حتى لما هاجي اخش الافلام في السينما في العيد، بالنسبه لي ممكن اخش الاول ولاد رزق، وبعد كده افصل شويه مع اللعبه مع العيال، وبعد كده ممكن اهل الكهف، وبعدين ممكن الفيلم ده الله اعلم اذا كان هخش ولا لا. يعني انا زعلت جدا، لان انا كنت قايل ان غالبا الاربع افلام هيبقوا معانا، الله اعلم الفيلم ده هيبقى معانا ولا لا. يعني هشوف، لسه ما استقرتش او ما قررتش.
يعني لو طلبت معانا اخش اكمل كمان الفيلم ده. يعني الفيلم ده هيبقى اخر اولوياتي، يعني الفيلم ده هسيبه في الاخر خالص، ما اعتقدش ان ده هيكون من اول الافلام اللي هخشها، ممكن ده يبقى اخر فيلم، لان زي ما قلت لكم ان الفيلم ده او سوري زي ما قلت لكم في افلام العيد، الافلام العيد كلها هخبطها كلها ورا بعض. يعني لو لو الاربع افلام نزلوا في نفس اليوم اللي هو يوم الاربع هخبطهم كلهم ورا بعض من اول 10 الصبح، 10 الصبح هكون في السينما هتفرج على الاربع افلام ورا بعض. ما اعرفش هعملها ازاي، الموضوع هيبقى صعب جدا. انت بتتكلم في اولموست ايه 6 ساعات 8 ساعات فيلم، اربع افلام، فده تو ماتش يعني، ده تقريبا اليوم كله مقضيه في السينما. بس انا زي ما قلت نسبه ترقبي للفيلم ده 6 من 10. انا عامه ما اتبسطتش من التريلر، كنت متوقع حاجه اقوى من كده ككوميديا، خصوصا بعد النجاح اللي عمله مستر اكس، الفيلم مستر اكس الاخير بتاعه، فانا حاسس ان هنا في داون جريد شويه يعني. وبعد كده عصابه الماكس، يعني عايزين برضو نفهم حاجه معلش، يعني عصابه الماكس هل ده مفروض ان هو بريكول لفيلم كازابلانكا، ولا هو ملهوش علاقه خالص تماما بكازابلانكا؟ لان المفروض الماكس او اللي هو المكسيكي مفروض ان هو كاركتر جوه العالم بتاع كازابلانكا، فعايز اعرف بقى هل الفيلم ده ليه علاقه اصلا يعني سواء من بعيد او من قريب بفيلم كازابلانكا ولا لا. يعني they introduced الكاركتر، يعني ده مفروض ان هو spin off، يعني ده مفروض spin off للكاركتر المكسيكي اللي في كازابلانكا ولا لا؟ فدي برضو حاجة فيها علامات استفهام، يعني الله اعلم. يعني المفروض ان في كازابلانكا جزء تاني ومفروض ان هيدخله مع احمد فهمي، هل هيكون نفس الكاركتر؟ برضو معرفش، ده ما تقالش خالص في التريلر، ممكن في الفيلم يتقال حاجة تانية، بس استبعد تماما لان الفيلم ده ممكن يبقى ليه علاقة بكازابلانكا ولا من قريب ولا بعيد يعني. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن عصابة الماكس. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعمل سبسكرايب للشانل التانية اسمها هومالون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك تيك توك وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.